بعد برقيات شكر وجهت إلى رؤساء فرق الإنقاذ والتدخل الإسبانية والبريطانية والقطرية والإماراتية. جلالة الملك محمد السادس شاكر ممتن للانخراط والتآزر والتضامن، تضامن الدول الأربعة. برقيات شكر من جلالة الملك محمد السادس إلى عاهلي بريطانيا وإسبانيا ورئيس الإمارات العربية المتحدة وأمير قطر. جلالته بعث أيضا ببرقية الشكر إلى الوزير الأول البريطاني ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية. البقية معك يونس رفيق. بأصدق عبارات الشكر والامتنان، توجه جلالة الملك محمد السادس إلى صاحب الجلالة الملك فيليبيا السادس وإلى صاحبة الجلالة الملكة ليتيثيا لما عبروا عنه من مشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب المغربي إثر الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز. جلالة الملك ثمن في برقية بعث بها إلى الملك الإسباني المشاركة الفعالة لفريق وحدة الإنقاذ العسكرية الإسبانية في عملية البحث والإغاثة، وقال جلالة الملك إن مبادرة بلدكم الأخوية هاته ستظل راسخة في مسار الصداقة وعلاقات التعاون وحسن الجوار المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والإسبانية. وببالغ العرفان والامتنان، تقدمت جلالة الملك إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال بيدرو سانشيز وإلى أعضاء الحكومة الإسبانية بأوفى عبارات الشكر على المساندة الكبيرة للمملكة المغربية جراء الزلزال. جلالة الملك محمد السادس قال في البرقية التي وجهها إلى بيدرو سانشيز: إنني لا أقدر عاليا روح التضامن والتعاضد الصادقة التي عبرت عنها المملكة الإسبانية الصديقة ملكا وحكومة وشعبا تجاه بلادي. وإلى صاحب الجلالة تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بعث جلالة الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إثر مشاركة فريق من المملكة المتحدة في عمليات النجدة والإغاثة. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي أن أتوجه إليكم وإلى صاحبة الجلالة الملكة كاميلا باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي بجزيل شكري وعظيم امتناني لما عبرتم عنه من صادق مشاعر التأثر والتعاطف. كما بعث جلالته برقية شكر وامتنان إلى الوزير الأول للمملكة المتحدة ريتشي سوناك، توجه فيها جلالة الملك بأصدق عبارة الشكر والتقدير للمشاركة الناجعة والفعالة لفريق المملكة المتحدة للبحث والإنقاذ الدولي في عمليات البحث والإغاثة بالمناطق المنكوبة. وعلى إثر مشاركة مجموعة الإنقاذ والإغاثة القطرية الدولية في جهود الإنقاذ، برقية شكر وامتنان بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاء فيها: لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم باسم الخاص وباسم الشعب المغربي بجزيل شكرنا وامتناننا على مؤازرتكم الشهم لنا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز يوم 8 شتنبر. وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعث جلالة الملك محمد السادس ببرقية شكر وامتنان أعرب فيها عن خالص عبارات الشكر وعظيم العرفان إثر مشاركة فريق الإنقاذ والإغاثة الإماراتي بعد الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز. وتابع جلالة الملك: ولا يفوتني أن أؤكد لكم اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من عهود المودة والإخاء وبما يجمع بلدينا من علاقات أخوية متينة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل.